السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كل شيء بخير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم واحد الوصفه ديال البرد كتحيد الكحبه. هذه الوصفه البنات زوينه بزاف، كتحيد الكحبه من مده ديال 3 ايام، كديروها 3 مرات كتحيد لكم الكحبه، ما كتبقاش بصفه نهائيه. كتعجبني هذه الوصفه هذه وبغيت نشاركها معكم. معروف هذه الوصفه من قديم الزمان، كانوا كيديروها مواتنا ملي كيضربنا البرد، وحتى دابا كيديروها النفسات. زوينه هذه الوصفه، كتحيد البرد. ومهم انا بعدا كتعجبني، كتنفعني ملي كتجيني الكحبه بعدا بهذا الجو ديال البرد. ملي كتكون فيا الكحبه كتحيدها ليا، ما كتبقاش فيا بصفه نهائيه، وكتعجبني وبغيت نشاركها معكم. هذه الوصفه هذه تقليديه وزوينه وراها معروفه. المهم خليكم مع الوصفه، راني مصوراها، يلا خليكم معها. بالنسبه لهذه الوصفه البنات، نبداو بسم الله. هنايا عندي حب رشاد، انا غادي نعطيكم المقادير ديالها وعاد غادي نحكي لكم عليها، نهضر معكم على هذه الوصفه حيت انا كنديرها وكتنفعني وبغيت نعطي لكم حتى نتوما. المهم هنا عندي تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال حب رشاد. المهم انتم غديروا القياس على حسب الناس اللي عندكم، انا غادي نشربها غير بوحدي، يعني غندير هذا القياس. الا كنتوا غديروها نتوما جوج الناس ولا ثلاثه الناس ولا اربعه، راه غادي تزيدوا شويه في هذه المقادير. المهم هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال حب رشاد، نقيته مزيان كما كتعرفوا في دوك الحجيرات رقيقين. وكناخذ هنا معلقه صغيره تكون عامره ديال سكينجبير، كما كتعرفوا سكينجبير مزيان للبرد وكيحيد البرد وفيه بزاف ديال الفوائد على الصحه ديالنا. وهنايا عندي بيضه بلديه، ضروري البنات تكون بيضه بلديه، لحقاش البيض البلدي حتى هو فيه البروتينات وزوين وسخون، كيسخن وكل شيء. وغادي نحتاج الحليب، صافي الحليب حتى هو القياس تقريبا واحد زلافه ولا زلافه ونص ديال الحليب. المهم على حسب الناس اللي غادي ديروا ليهم، واش جوج ديال الناس ولا ثلاثه ولا صافي. هنايا كناخذ واحد نص كاس ديال الماء طايب، تقريبا واحد نص كاس ديال الماء طايب، كنخويه على هاد الحب رشاد وكنخليه واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق غير كيبدا شويه كيرطاب هاد الحب رشاد. صافي شتو كنحركو بحال هكا فداك الماء طايب غير كيبدا يرطب شويه، وعاد غادي نديرو في الكاسرونه وغادي نزيد عليه هاد المكونات اللي شتو معايا. صافي دابا نخليه شويه واحد كما قلت لكم تقريبا واحد 5 دقائق ورجع لكم. صافي هنايا ملي خليت هذاك الحب رشاد، ملي خويت عليه داك الماء طايب وخليته مده ديال 4 دقائق حتى 5 دقائق، كترجعي شويه كترجعوا ليه كتلقاوه شرب ديك الميه ورطب، باش كيجينا رطب ملي كيطيب وكيساعدنا دغيا كيطيب ما كيتعطلش. صافي هنا كناخذ كاسرونه كندير فيها الحليب وغادي نزيد عليها حب رشاد وواحد المعلقه ما تكونش عامره بزاف، معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف ديال السكينجبير. راكم عارفين السكينجبير حتى هو زوين كيسخن الدات وزوين للبروده وزوين للبرد وزوين لكل شيء. المهم هاد المكونات كلهم زوينين، سكينجبير البيض البلدي حب رشاد، يعني كلهم زوينين. وهاد الوصفه هذه البنات انا ما كتخطانيش ملي كيضربني البرد وكتجيني الكحبه، عرفتوا كتجيني الكحبه كتمحلني في الليل غير حدي كنعس، صافي كتشدني الكحبه ما كتطلقنيش. هذه هي الوصفه اللي كتنفعني. غير حاجه وحده اللي نوصيكم عليها بالنسبه للناس اللي كتجيهم الكحبه في البرد، ودرتوا هاد الوصفه هذه ديروها لمده ديال 3 ايام كل نهار ديروها وشربوها في الفراش. يعني نتوما ناعسين مغطين بالمانطا باش كتسخنكم صافي، وما كتبقاوش تشربوا لي عاوتاني الماء، كتشربوها وكتنعسوا وتبعوها لمده ديال 3 ايام وغادي تشوفوا. وبالنسبه للسكينجبير بغيتوا ديروا معلقه صغيره تكون عامره مزيان، بغيتوا ديروا غير نص معلقه، مهم الاختيار كيبقى لكم. يعني هاد القياس انا اللي درت فيه واحد كيما شفتوا معايا معلقه صغيره ما عامرهش، غير باش ما يجينيش حار بزاف وصافي. اما راه واخا ديروا معلقه صغيره عامره راه مزيان، الا كنتو كتاكلوا الحار زوين السكينجبير زوين كيسخن، ويعني كله دواء ما فيه حتى شي ضرر. صافي كنحرك هادشي مزيان، كنحركو وكنديه فوق البوطه، كنديرو على بوطه تكون مهيله باش كيزيد يطيب لينا داك الحب رشاد وكيجينا يعني كيجينا زوين. انا راه كنمونطي في هذا الفيديو وجوها راه شويه مبرزطاني ولكن معليش. المهم كما قلت لكم غادي نديه فوق البوطه وغادي نقص عليه ونخليه يطيب، لحقاش الحليب راكم عارفين اللي درت على بوطه مجهده دغيا كيفيض.
هاد الوصفه البنات زوينه بزاف. صافي كنحركو بحال هكا وكنخليه على عافيه تكون مهيله. وخديت هذيك البيضه وطربتها مزيان مع واحد القبيصه ديال الملحه. صافي هنايا البنات كنبقى كما قلت لكم البوطه تكون ناقصه باش داك الحليب ما كيفيتش دغيا وداك الحب رشاد كيطيب. صافي كنحرك غير بحال ما هكا كيبان لي الحليب بحال بدا كي يلاه غيبدا يطلع. كنرمي ديك البيضه اللي طربت مع واحد شويه الملحه وانا راجتني مسوسه مازال. غنزيد واحد القبيصه الملحه. الا ما بغيتوش نتوما كاع ديروا الملحه راه ما ديروهاش كتجي لذيذه وزوينه وصحيه. صافي وغادي نبقى بحال هكا نحرك حتى غادي يبان لي الحليب صافي بدا كيطلع والبيضه راه طابت. صافي وغادي نطفي عليها. شفتوا ساهله ما فيها لا تمر لا والو ووصفه صحيه وزوينه. وهاد الوصفه هذه راه معروفه من قديم الزمان يعني معروفه كانوا مواتنا كيديروها وجداواتنا ودابا المراه النافسه كديرها يعني كيديروها من بكري. والناس دابا ما بقاوش كيديروا بحال الوصفات الطبيعيه. هذاك الشيء علاش بغيت نشاركها معكم باش حتى نتوما توليو ديروها. عرفتوا البنات هاد الوصفه هذه راه زوينه الكحبه ما كتخليش الكحبه بصفه نهائيه. انا هذه هي الوصفه ديالي كتهنيني من الكحبه ومن البرد اللي في الصدر وكتنقي ليا صدري من البرد زعما زوينه بزاف بزاف. المهم الوصفه ديالنا هي وجدات. غير قبل ما ننسى هاد الوصفه هذه ملي تشربوها ما تعاودوش تشربوا موراها الماء. صافي تكونوا واكلين وتكونوا شاربين الماء وكل شيء وتشربوا هاد الوصفه هذه وانتم مخشيين في المانطا بحالكم اللي تغداو اولا ملي تعشاو. صافي تعشاو تساليو تشربوا الماء وتساليو تخشوا في المانطا ديالكم وعاد ديروها في بحال هكا تكون باقا سخونه ديروها في زلافه وشربوها وتغطاو بالمانطا ونعسوا باش كتحيد لكم كاع داك البرد اللي كيكون في الصدر وكتحيد الكحبه وكل شيء. وتبعوها المده ديال 3 ايام راه ماشي ديروها المره الاولى. صافي المده ديال 3 ايام ما غاديش يبقى فيكم الكحبه بصفه نهائيه. حنا راه امي الله يرحمها كانت كديرها لينا وكانت هذه دوانا في البرد كتحيد لينا الكحبه وكل شيء. واخا تكون الكحبه صعيبه كتحيد ما كتبقاش. ودابا انا بقيت كنديرها الحمد لله هي اللي كتنفعني. واخا تكون فيا الكحبه صعيبه كتحيد في المده ديال 3 ايام بحال ما عمرها ما جاتني. وكتعجبني هذه الوصفه هذه وبغيت نشاركها معكم حتى نتوما ديروها. وغادي نقول لكم السلام عليكم تهلاو ليا فراسكم والله يجيب الشفاء للجميع.